بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل واللحظات البدائية انطلقت منذ هذه اللحظات إعلانا من لجنة هذا الميدان، مشكورة سواء في الانطلاق خط النهاية أينما تتواجد هذه اللجان، لها دائما الشكر والتقدير على هذا التنظيم، على هذا الترتيب، على سعة الصدر. نتمنى لكم دائما التطور والازدهار عام تلو عام. شوطنا بنقول الثالث بمجموع هذه الأشواط، وهو الشوط الأول الرئيسي للجعدان، المحليات، الأصايل، شعارات أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى في هذه الرحلة دائما التوفيق والناموس المشاركين والمتابعين على أرضية هذا الميدان. أذهب بالمركز الأول، أذهب في مقدمة الشوط، في مقدمة هذا الانتصار. هناك من الجانب الآخر الدافع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الشاعر أحمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الثاني هناك شديد لمعالي الشيخ محمد بن ضياء الحامد مختار أحمد في التضمين، وشكران لسمو الشيخ سعيد حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد مخلفان بن حزيم، وفي المركز الرابع هناك من الجانب الآخر لسمو الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد الهيان وزاع بن عبيد بن ركاض العليلي، ما شاء الله حاضر بالركاض ومتابع دائما لانطلاقات هذا القعود. شاهين نتمنى لك التوفيق. النقلة على المركز الخامس، ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بارك محمد وعبيد بن حمد بن شينان المري، وفي المركز السادس اللي وصلنا في هذه اللحظات مياسي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السابع هنا جمر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع. ثامن المراكز أيها الإخوة، اللي في المركز الثامن أيضا هناك رسالة جميلة مميزة. ثامن المراكز تبارك الرحمن، بنقول شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بارك محمد بن عيسى المطيع. التاسع المراكز الذهب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي، وعاشرا من حل هناك الطايش سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بن طار بن علي بن واس لجتبي. هكذا مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، انطلاقة جميلة وموفقة دائما هنا مع هذه الرياضة العربية الأصيلة، هذه الانطلاقات المميزة في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز الحاضر على أرضية هذا الميدان. ونحن دائما نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس المشاركين على أرضية هذا الميدان. اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة نتمناها دائما التوفيق. يا سلام يا شديد، يا سلام يا شديد، حتى هذه اللحظة في المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد. يا سلام يا سلام يا مختار، يا مختار يا ابن احمد مضمر شديد، متابع شديد، نتمنى التوفيق. يلا يا مختار، يلا يا مختار، جماهيرك جماهيرك جماهير يتمنون لك التوفيق. النقل على المركز الثاني، شكلان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وكابتن الخوانيج سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي. متابع شكلان، متابع شكلان، مسيطر على المركز الثاني وعينه على مركز متقدم. وصلكم بالركاض، وصلكم بالركاض، لينتقل من موقع أيضا إلى موقع مع شاهين لسمو الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد الهيان وهزاع بن عبيد بن ركاض العليلي. وفي المركز الرابع اللي هو مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري بن شينان أيضا قادم مع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري. تقريبا نكتفي، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. الله ما شاء الله تبارك، شوف 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 انت تجمع الجعدان، شوف تجمع الجعدان، شوف اداء الجعدان على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا شديد يا شديد، ما بقى من الكثير الا قليل. تقريبا نحن دخلنا ساحة المعركة، ساحة الأمور وساحة السيطرة، ساحة الكيلو الأخير. الله يا مياس، مياس غير على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. بسم الله، سعيد بن عبيد الحميري شديد في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار أحمد في التضمير. ثالثا بقول هناك لسمو الشيخ ناصر أو هزاع
أبو ناصر بن عيسى بن زايد الهيان، وأيضا هناك هزاع بن عبيد بن ركاب العليلي، وفي المركز الرابع شكران لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم، وهناك سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم. هكذا مستمعي الأعزاء 400 متر تقريبا ما تبقى من عمري هذا الشوط، من عمري هذه المعركة، ولكن مياس وشديد. مياس يا مياس، ما شاء الله تبارك الرحمن، إبداع إبداع إبداع، تألق ما شاء الله حتى هذه اللحظات. 200 متر 200 متر 200 أخيرات. مياس يا مياس ولا شديد، شديد ولا مياس، شديد ولا مياس. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة ذهبت إلى شديد. تهانينا مياس ولا شديد، تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد المركز الثاني، مختار أحمد في التضليل المركز الثاني، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم المركز الثالث، سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم المركز الرابع، سمو الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد الهيال المركز الخامس، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. 6 دقائق التوقيت 4 ثواني 67 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.